أراد الحجاج الحج فخطب الناس فقال: أيها الناس، إني أريد الحج وقد استخلفت عليكم ابني محمدا هذا، وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله في الأنصار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى في الأنصار أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ألا وإني قد أوصيته ألا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم، ألا وإنكم ستقولون بعدي مقالة ما يمنعكم من إظهارها إلا مخافتي، ستقولون بعدي: لا أحسن الله له الصحبة، ألا وإني معجل لكم الإجابة، لا أحسن الله عليكم الخلافة. ثم نزل.